السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو أسباب النسيان وعدم التركيز عند الأطفال المشكلة دي بتواجه كل الأمهات وكذا حد كان بعتلي لي ان هو بيعاني من المشكله دي مع ابنه او بنته ان هو ابنه مش بيركز او ابنه بينسى او بيجي يذاكر له وبعد شويه يجي يساله يلاقيه نسي او هو بيشرح له لأي سرح معاه او مش مركز معاه مشتت نهائي انا هقول لكم النهارده سبع نصايح ياريت كل ام تنفذها مع ابنها لو نفذت النصايح دي ابنها يبقى متفوق في المذاكره وبيحب مذاكرته وبيحب واجباته ومش بينسى ان شاء الله آه طبعا احنا في مشتتات انتباه حوالينا كتير جدا التلفزيون والموبايل والجيمز كل الاولاد طبعا الايام دي مركزين في الحاجات دي غير المذاكره انا هقول لكم النهارده النصايح مهمه جدا وياريت ننفذها اول مع اول نصيحه النهارده هقولها لكم النوم كويس اهم حاجة اعود ابني على النوم الكويس يعني ايه النوم كويس ان هو ينام على الاقل كل يوم تسع ساعات اقل حاجة تسع ساعات ليه تسع ساعات علشان اظبط الساعة البيولوجية في جسمه ان الطفل لما بينام كويس قوي ومخه اتظبط ان هو كل يوم مثلا ينام الساعة عشرة ويصحى الساعة سبعة الصبح او تمانية الصبح ده هيروح المدرسة كويس وهيروح بعد كده الدرس فايق او 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 المذاكره او لو رجع من المدرسه مثلا هيذاكر يذاكر كويس ان هو خلاص خد كفايته من النوم هيبقى مركز في الفصل كويس جدا ان هو مش قاعد نايم على الكتاب او المدرس بيشرح وهو مش مركز لا هو خلاص خد كفايته من النوم والنوم بيساعد النوم المنتظم بيساعد جدا على التركيز للطفل تاني حاجه عندنا التغذيه السليمه للطفل اهم حاجه اهم حاجه لازم الطفل ياخد حاجات مهمه خلال اليوم اربع مجموعات اساسيه لازم الطفل ياخدها خلال اليوم ايه هي النشويات والبروتينات والخضار والفاكهه والعصاير ومنتجات الالبان اي حاجه لازم ياخدها من من المجموعه دي كلها وانا هنزل فيديو بعد كده عن الاكلات الاكلات المهمه اللي هي بتساعد على تقويه الذاكره او تساعد على تركيز الطفل اهم حاجه ان الطفل ياخد كل يوم ياكل الاكل الصحي اهم حاجه الاكل الصحي سواء كان نشويات او بروتينات او خضار او فاكهه لازم ياكل خضار خلال اليوم ويشرب عصاير طبيعيه ومنتجات الالبان تالت حاجة عندي اللي بتعادة عن مشتتات الانتباه اي حاجة بتشتت انتباهه ابعده عنها انا هقعده في اوضة يذاكر الاوضة دي ما فيهاش تلفزيون ولا فيها اغاني ولا فيها لعب لازم يكون المكان هادي ما ينفعش اجيب له كوره جنبه واقول له يلا نلعب يلا نذاكر قصدي اجيب له العجله بتاعته اجيب له اي حاجه من ادوات اللعب بتاعته اخليها جنبه وهو بيذاكر نهائي انا اخليه في اوضه فاضيه ما فيهاش اي حاجه تثير انتباهه بتشتت انتباهه لازم يكون المكان هادي والاضاءه كويسه علشان يبقى فايق ومصحصح معايا وما ينامش مني ولو عندنا كذا طفل في البيت ممكن نخليهم كلهم يتجمعوا مع بعض ويذاكروا مع بعض في نفس الوقت بمعنى ان مواعيد الاكل تبقى واحده والمذاكره واحده واللعب واحد ده بيساعد كتير قوي على التركيز تالت معلومه عندي تقسيم وقت المذاكره انا لازم اقسم الوقت بتاع المذاكره بتاعه الطفل ولازم احسسه ان في ثواب وفي عقاب انت هتذاكر مثلا انت عندك المذاكره بتاعتك الوجبات بتاعتك مثلا مدتها ساعه انا هخليه ساعه نقسمها الساعه دي على مدار اليوم نص ساعه مذاكره ونص ساعه لعب يبقي في وقت للمذاكره ووقت للعب وخليه كمان يحس ان وقت المذاكره مذاكره يعني وقت المذاكره مفيش حاجه تاني غير المذاكره وقت اللعب خلاص مفيش حاجه تاني غير اللعب يبقي في ثواب وعقاب انت لو ذاكرت هتلعب مش لو لعب يذاكر لا انت لو ذاكرت هتلعب الم... النقطه اللي بعد كده هي النقطة دي يعتبر زي النقطة اللي فاتت احنا بنقسم الواجبات او المهام اللي عندنا الى مهمات صغيرة على مدار اليوم بمعنى ايه لو انا عندي مثلا واجب عربي واجب رياضة واجب انجليزي واجب علوم مثلا ما ينفعش أقعد الطفل يكتب الواجبات كلها في وقت واحد ولو المادة الواحدة فيها واجب كتير ما ينفعش اخليه يكتب الواجب في المادة الواحدة كله مرة واحدة لو كل جزئيه مختلفه عن التانيه، أنا هخليه يقسم الواجب علي مدار اليوم، لو دلوقتي مثلا يكتب عربي ساعه، آه نريح شويه بريك، الطفل بيفرح أول بريك بعد ما ياخد البريك هيجي ساعه كمان يكتب العلوم بريك وناخد الهومورك اللي بعده، فاحنا بنقسم الوجبات بتاعتنا علي مدار اليوم إلى وجبات صغيره. سادس نقطه عندي ممارسه الرياضه باستمرار في وقت الدراسة ووقت الإجازة لازم الرياضة ما خالص في وقت الدراسة بقللها شوية بقلل الوقت لكن في وقت الإجازة بخليه يلعب رياضة براحته الرياضة ليها فوائد مهمة جدا جدا للأطفال بتزود مناعة الجسم وبتزود صحة الطفل وبتزود الدم والأكسجين الواصلين في الجسم الطفل اللي تلاقيه بيلعب رياضة هتلاقي صحته كويسة جدا وتركيزه كويس جدا وهلاقيه ما كتير وتحصيله الدراسي أحسن من الطفل المتفوق دراسي فمعنى كده إن الرياضة مهمة جدا جدا للأطفال نشوف الطفل ايه الحاجه اللي هو بتشبع بتشبع رغبته او الحاجه اللي هو حاببها او الرياضه اللي يطلع فيها طاقته ويلعبها سابع نقطه عندنا الاهتمام بصحه الطفل بمعنى ان الطفل لو ما عندوش اي مشكله من المشاكل اللي فاتت دي لازم نتاكد ان هو ما عندوش مشكله صحيه بتقلل تركيزه مثلا لو طفل عنده انيميا يبقى نسبه الاكسجين اللي بتوصل للمخ قليله فالطبيعي ان تركيزه بيبقى قليل ولو طفل عنده ان حساسيه او عنده لحميه كل دي مشاكل صحيه لازم الام تروح تتابع عند الدكتور عشان تقول. عشان تتاكد ان ابنها ما عندوش اي مشكله يا الفيديو يكون عجبكم متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ولو اي حد عنده مشكله مع ابنه يكتبها في التعليقات وانا هرد عليكم ويا يكون الفيديو عجبكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته